عليكم زملائنا من تابع درسنا بتصميم اللبشي. شفنا كيف بنعرف اللبشي بالبليت إليمنت، وشفنا البريجر أو البريشر أو البيرين كاباسيتي كيف منطالعة. راح نكمل الآن الدرس بتصميم عناصر اللبشي، وتابعونا. نرجع مثل ما حكينا، المنشأ كله معرف عنا، اللبشي معرفي، الحمولات موجودة، السب جريد رياكشن موجود. لازم نعرف فقط عملية التصميم نعطي بيرفورمانس موجود عنا، بنروح فقط لعملية الديزاين. عملية الديزاين نختار الكود، نلاحظ هون عنا على اليمين في ستيل وفي كونكريت، لازم نختار الكونكريت مشان ما يصير عنا إلابس بالموضوع. عنا الـ ACI 318-2008، نختار البارامتر، راح اختار الـ FC والـ FY. طبعا هون عنا إذا لاحظتوا عنا كتير بارامتر، إذا طلعتوا عليها معرف في كلها CLB مثلا clear cover for outmost bottom of reinforcement، clear cover for outmost side يعني الكفر للبتم، الكفر للسايد، الكفر للتوب. ناخذ اذا FC والFY مين ناخذ ل، طبعا اذا بدنا نحدد كمان نسبه التسليح كلياته موجود عندنا وعدد السكشن، ناخذ التراك. اوكي، ديفاين بارامتر اللي اخترناه هون 28000 الكونكريت مقاومة خرسانة، خلينا نسميها الاف واي مين هي 420000 كيلو نيوتن على المتر المربع اللي هي 420 ميجا باسكال و 28 ميجا باسكال. للترك بنختار 2 مشان التفاصيل الزيادة. طبعا راح نلزمها، لاحظ معي الاف سي والاف واي عرفناهم ورجعنا عرفناهم، بس اعطيناها على اساس 2800، كنا عارفين اول 27000. القيمة اللي انت بتعرفها الجديدة بس بتلزمها لأي عنصر بياخذها المنشأ. نحن بناخذ العناصر عنا ملزمة، بنقول له assign to selected، assign yes، بنرجع بناخذ الثاني، بنختار الممبر تبع المات فاونديشن، assign to selection، التراك تو كمان بنختار الاليمنت، بنقول له assign to select B member track 2 للتراك 2. طيب ليش التراك ما بعرف لي اياه؟ يعني عم ناخذ assign، ناخذ الاليمنت بيعطيه assign. دائما التراك هي بتستخدم بالاليمنت member، يعني خلينا نقول اعمده وجسور بالنسبه للبلاطات لا تستخدم، لذلك ممكن نعمل لها ديليت امر بسيط ونمحيها. نرجع للامر الثالث اللي هو كونكريت ديزاين، هو راح نصمم الاليمنت، بنقول له ديزاين سلاب على اليمنت، بنقول له طالما نحن مختارين العناصر ممكن نقول له راسا اساين، وهيك راح يعمل اساين وراح يضيفها ونشوف كيف مفعله خضراء موجوده. بكل بساطة بعد ما أعطيناه أمر أن يصمم نعطيه Run Analysis ونشوف عملية التصميم كيف بدها تتم. نتابع زملائنا، انتهت عملية التصميم والتحليل الإنشائي، قل له Done. طبعا نشوف Zero Error One Warning Zero Note، قلوا دن. نشوف ملخص الديزاين اللي تم والمذكر الحسابي. الملاحظة هون اللي بتقول لي one or more joint are in the multiple support command first joint 10. هون بيكون عنا معينين
سبورت أكثر من مرة للعنصر، لكن ما بيأثر بالتحليل والتصميم. بنرجع بنشوف الإليمنت ديزاين، كان المفروض هاي كونكريت ديزاين. بنشوف في عنا الإليمنت، طبعا هاي كلياتها للبيم. طبعا بيطالع عدد كبير من الصفحات. هاي تصميم العناصر، بنلاحظ كل عنصر الاف واي اف سي، الكفر الباتم كفر، السماكي 450 ملي، وبيعطيني هون الترانسفيرس دايركشن واللونجيتيودنال دايركشن للاليمنت، وعندي اونلي مينيمم ستيل. طبعا كل العناصر هون بنشوف التصميم إلها. بعد ما شفنا التصميم نحن بنشوف ما هو مناطق العناصر اللي صممنا لها، وبنوزع التسليح او احيانا بنعمم التسليح على اللبشة. لاحظوا معي التصميم. هلا اذا التصميم طلع عندك مينيمم لا يعني ان تصميمنا صحيح، لازم دائما نشيك شغلتين. بنعمل تشيك على التصميم وبنعمل تشيك على الستريس اللي موجودة عندنا. لاحظوا معي طبعا عدد كبير، كل العناصر اللي اخترناها شيء 1300 بليت إليمنت كله راح يعطينا التصميم له. نرجع للتصميم ونختار الإليمنت اللبشي، بنروح للكت سيكشن ونشوف فيو هايلايت هايلايتد اونلي، وبنخفي السبورت مشان تكون الامور واضحه عنا. هلا راح نختار الستريس العزم باتجاه، طبعا هون الحمولات كلها ابلاي اوكي. طبعا هون عندك الحلول اللي بتختارها، بدك ناخذ العزم حول الام واي لوكال ابلاي، وهي مخطط العزوم مبين معنا وقيمه العزوم الاعظميه. وهون عندك الاجهاد 151 كيلو نيوتن بالمتر على المتر الطولي، وهالنقاط الحمراء بنلاحظ فيها الشده عظمى هي، والنقاط اللي اللون دارك شوي باللون الخمري نحن بنسميه او بربل. ناخذ طبعا هون لحالة تحميل 1، بناخذ للكومبونيشن بيختلف. اذا ردنا ناخذ الام اكس بنرجع للبليت ستريس، بدل ام واي بناخذ الام اكس باتجاه الثاني ابلاي. لاحظوا معنا العزوم بالاتجاه الثاني. هاي الاجهادات شفناها والتصميم، حبينا نحن بس نعطي التصميم بدرس ثاني، ومشان ما نطول وما تملوا بدروس حبينا تكون تقريبا بحدود العشر دقائق، يعني اقل من هيك ما عم نحسن نعملها. وتابعونا بدروس القادمه ان شاء الله راح تكون مهمه جدا. السلام عليكم.